أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي التحليلي الحدث، ونعود بكم إلى الأيام التشاورية الشبابية حول فرص التشغيل والابتكار المنظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب، وهي الأيام التي خصصت لعرض 98 مشروعا لتشغيل الشباب، وهو ما يعيدنا إلى التساؤل عن دور المجلس الأعلى للشباب وماذا حقق وأين أخفق. المجلس تم إنشاؤه بمرسوم رئاسي في 28 من إبريل في العام 2015 تنفيذا لوعد قطعه الرئيس الموريتاني السابق محمد عبد العزيز على نفسه خلال لقاء له ب 400 شاب في العام 2014. الخطوة جاءت أنذاك في إطار توجه عام يضع في أولوياته تجديد الطبقة السياسية والاهتمام بالشباب، وحسب مسؤوليه فإن المجلس هو هيئة استشارية أنشئت بمرسوم رئاسي وتضم 14 عضوا، وكان ينتظر أن تكون فيه جمعية عامة تضم 3 ممثلين من مختلف ولايات الوطن، ويختارهم المكتب التنفيذي ويحثهم على ضرورة المشاركة من أجل إسماع صوت الشباب وإيصال مشاكله وإتاحة الفرصة له ليكون فاعلا. اليوم وبعد 4 سنوات من إنشائه يعد المجلس بالعمل على تشغيل الشباب وتشجيع الابتكار، فما الذي طرأ على هذا المجلس ليكون قادرا على الإيفاء بتعهداته، ولماذا أخفق في الفترة السابقة، وعن أي آليات يتبع من أجل تحقيق الأهداف القديمة الجديدة؟ أسئلة من بين أخرى ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة مع عضو المجلس الأعلى للشباب المرابط عيسى بابا، رئيس لجنة دمج وتمكين وتشغيل الشباب والتكوين المهني. أهلا بكم ضيف الكريم. أولا دعني أسألك عن ما هو الجديد في مؤتمركم الأخير؟ جيد، أولا أشكر قناة الساحل المحترمة على إتاحة هذه الفرصة. نحن في المجلس الأعلى للشباب كوننا مؤسسة استشارية ومنذ إنشاء المجلس الأعلى للشباب نحن نواكب السياسة العامة للحكومة، نحن نقدم الاستراتيجيات اللازمة، نحن نعمل على تكوين الشباب في مختلف الأسحد، وقد كون الآلاف من الشباب في مختلف ولايات الوطن. نحن كمنصة وكبوابة لتشغيل الشباب، نحن مؤسسة استشارية ولكن نحاول أن نقدم شيئا ملموسا للشباب، فقد ربطنا ما بين العشرات من المشاريع الشبابية والممولين والمانحين، وتدخل هذه النسخة الأولى في موريتانيا منصة شبابية حول تمكين الشباب، فرص التشغيل والابتكار، مواكبة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي وعد بتشغيل العشرات الآلاف من الشباب ضمن برنامج الانتخابي تعهداتي. وهذا الجانب تشغيل الشباب الذي يعد ركنا حصينا وجزءا لا يتجزأ من برنامج الحكومة معالي الوزير الأول التي لاقت ترحيبا كبيرا وموافقة مؤخرة من طرف على برنامج من طرف البرلمان الموريتاني، تتنزل هذه النسخة الأولى من المنصة. لماذا هذه المنصة ولماذا في هذا الوقت التحديد؟ نحن نلامس حاجيات الشباب، فمشكل البطالة هو المشكل الذي يؤرق الشباب. فمثلا حسب المسح والإحصاء الذي قيم به المتعلق بالبطالة، فسنويا 50,000 سنويا شخص سنويا تطلب فرصة عمل، فالسوق المحلية قادرة على فقط استيعاب فقط 25,000، والقطاع العام يستوعب فقط 13.6%. معدل البطالة حسب إحصائيات 2017 حسب المسح الذي قيم به 11.6، ويصل معدل البطالة في نواكشو 17 وفي نوادب 16. جميل، حسب هذه الأرقام والمسح كما قلت قيمة به سنة 2017، لكن أنتم تم إنشاؤكم سنة 2015، كانت مهمتكم الأصيلة هي محاولة تشغيل الشباب وتمكينه من فرص التشغيل. ما الذي قدمتم خلال هذه السنوات حتى 2017 حين يظهر لنا هذا الرقم؟
جيد. نحن منذ إنشاء نحن أول مؤسسة استشارية ولسنا تنفيذية. فالجانب التنفيذي يتعلق بوزارة التشغيل والشباب والرياضة وما يتعلق بها كوكالة دمج وترقية وتشغيل الشباب، كصندوق الإيداع والتنمية، كالقطاع الخاص. فنحن مؤسسة استشارية نقدم استشارة إلى الحكومة وإلى الجهات الوصية. ولكن أنا استشارات في تلك الفترة. سأتكلم عن كل ما قدمنا. نحن كوننا بوصفي مسؤول عن رئيس لجنة الدمج وتمكين وتشغيل الشباب، كوننا الآلاف هنا في نواكشوط وفي كل ولايات الوطن. في أي تخصصات هذه الآلاف وأين ذهبت؟ ركزنا بالتكوينات على إدارة وإنشاء وتسيير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تكوينات في القيادة، تكوينات في إدارة المؤسسات الثقافية، تكوينات في الدمج المهني، التكوينات شتى في مجالات مختلفة، ولكن ركزنا على ما يخدم الشباب خاصة الجانب المتعلق به بالمقاولات. وهل أعلنتم عن كل تكوين في حينه؟ أي بلغ مسامع جميع الشباب بما أنكم معنيين بجميع الشباب؟ نحن كل ما التكوينات التي نقوم بها التكوينات التي نقوم بها منذ إنشاء المجلس والندوات والملتقيات نعلنها على صفحة المجلس على فيسبوك وعلى موقع المجلس على الإنترنت. فكل شخص مهتم يذهب إلى الرابط ويسجل. نحن اختار الناس حسب الذين يسجلون على الاستمارة. وفي الداخل أيضا قمنا بتكوينات في كل ولايات الوطن، في كل ربوع الوطن، حيث تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة أنذاك ومع السلطات المحلية. أن هناك بعض الشباب ليس لديهم القدرة للوصول أو للولوج إلى الإنترنت. هناك بعض الشباب المقيم ركزنا تكوينات التي فقط انتهت منذ شهرين. ذهبنا إلى كل ولايات موريتانيا، كوننا مؤخرا 600 شخص فقط في هذه السنة على إدارة وإنشاء مشاريع صغيرة. هناك ما يقدر يقدر نسبة الشباب تقدر في موريتانيا ب 70% من نسبة سكان البلد. 31% حسب آخر الإحصائيات الرسمية هم بدون عمل، يعني تحت نسبة الفقر. بالتالي ما الذي قدمتم أنتم كهيئة؟ أنتم تقولون بأنكم مجرد عندما تسألون عن ماذا أنجزتم تقول نحن مجرد هيئة استشارية، نحن ليس لدينا لسنا هيئة سلطة تنفيذية ولسنا هيئة تنفيذية، نحن هيئة استشارية. لكن هنا يتنزل السؤال الذي يطرحه الكثيرين، ما هو الهدف من المجلس الأعلى للشباب؟ ما فائدته بمعنى آخر إذا كانت هناك ميزانية خاصة بهذا المجلس، هناك من يتلقى رواتب كبيرة على هذا المستوى، وبالتالي هم مجرد هيئة استشارية؟ هذا ما يبررون به كل شيء. أولا أود أن أقول للشباب الموريتاني أن ميزانية المجلس الأعلى للشباب 50 مليون قديمة، أي 5 ملايين جديدة. هذه ميزانية المجلس. نقطة أولى سنوية. نقطة سنوية. النقطة الثانية، المجلس الأعلى للشباب هو مكسب للشباب الموريتاني، بغية أن يتم التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب الموريتاني. وخطوة مهمة، نطالب بتقديم المزيد من الصلاحيات للمجلس، نطالب أن تكون هناك ميزانية أكبر. نحن سنذهب، ستأتي مجموعة أخرى بعدنا إن شاء الله، وبالتالي نحن كل ما يخدم الشباب يجب أن يكون مهما. لكن لماذا، ما قيمة الاستشارية؟ هل يمكن أن تكون هناك برامج أو دراسات بدون استشارات؟ هل هناك من يختص في شؤون الشباب دون ما يكون تكون هناك مؤسسة شاب؟ هذه مؤسسة شابة هي الأدرى بمشاكل الشباب، هي التي قدمت استشارات كبيرة في المجالات التي تعنى الشباب وساعدت في تمكين العشرات من الشباب. نحن عندنا الآن كما تعرفون في الفترات الماضية وحتى الآن عندنا العديد من وزراء الشباب، وعندنا ولاد شباب، وعندنا حكام شباب. هل كان لكم دخل في تقديم استشارة بتعيينها؟ نعم، نحن نعمل في صمت، ولا نحب الأضواء كثيرا، ولكن نعمل بصمت. والكثير نحن كنا وراء العديد من الإنجازات نقدم الاستشارة للحكومة، لكن ليس بالضرورة كل ما نقوم بأن نجلس أمام التلفاز ونحن قمنا نحن مؤسسة
حكومية، لكن هذا المجلس ليس معنيا بشرح جميع ما يقوم به أمام الشباب الذي هو ممثلهم في كل النهاية. كل ما أتيحت الفرصة نحن نقوم بذلك، نحن نجلس مع الشباب ونحاور ونتكلم معه ونقدم توصيات التي تأتي من الشباب. لكن كثير من الشباب اليوم يتساءل ما دور هذا المجلس، لا يعرف عنكم أي شيء، لا يعرف أي شيء عن هذا المجلس. إذا سألتني يتندرون كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءلون عن دورك، هم يعيشون البطالة، يعيشون جميع المشاكل، لم يقدم لهم أي حلول، ليست هناك مسابقات، ليست يعني السؤال مطروح. لكم دور السؤال مطروح، هل المجلس مسؤول عن مسابقات؟ هل المجلس جهة تنفيذية؟ نحن نشخص المشكلة، مسؤول عن إشراك شباب، آراء شباب على الأقل، يفتح منصات، نحن جهة استشارية، نشخص مشاكل الشباب، نطرح بإلحاح مشاكل الشباب، نحن نعمل. كيف يتم التشخيص؟ تشخيص من خلال الدراسات، بدون مشاركة الشباب الذين يتحدثون، كل الشباب يعرفون أن قمنا بملتقيات شبابية في كل ولايات موريتانيا. هذه الملتقيات الشبابية أنا شخصيا في إطار لجنة الدمج تمكين الشباب قمنا بملتقيات شبابية، وقمنا بملتقيات شبابية أيضا في كل ولاية، وفي الوادي بوق في السنة الماضية جمعنا 7 ولايات، قمنا بملتقى حول التمكين الاقتصادي والسياسي للشباب، وكوناهم، كان عبارة عن أسبوع حول التمكين وحول أن نأخذ آراء الشباب في مجالات التمكين السياسي الاقتصادي. هؤلاء الذين التقيتم بهم، هؤلاء ساهموا في تقديم مقترح، تلك المقترحات تم تطبيق العديد منها. هل استفاد من شيء؟ سأقول لك، نعم سأقول لك أرقام ملموسة. نحن مثلا أرقام ملموسة، نحن مثلا كوننا العشرات من الشباب في إطار مشروع أملي، هذا مشروع الذي حوالي مليارين مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، كنا جهة استشارة لا يمكن أن نقوم بتنفيذ، ولكن بالمشاركة مع وزارة التشغيل، بالمشاركة مع وزارة الشؤون الإسلامية ومكتب الهجرة تم التنفيذ. نحن أتينا بمشروع لكن لا يمكن أن ننفذ، هذا استفاد منه العشرات أقول المئات من الشباب المحاضر عن طريق هيئات أخرى، لكن نحن من أتى بهذا المشروع؟ يعرفون أننا من أتى بهذا المشروع، وأيضا الشباب الذي كوناهم على المقاولات الشبابية هؤلاء الآن لديهم مشاريع خاصة بهم، الآن يستفيدون من هذا الآن المشاريع. هم يشاهدون ويعرفون ذلك بالأسماء وبالأرقام وتتابعونهم عندنا ونتابعهم. سأقول شيئا آخر أيضا، العشرات من الشباب الذين أتوا عندهم مشاريع شبابية قمنا بفتح منصة ما بين الممولين والمانحين وأصحاب المشاريع، ومؤخرا ما تم أي نسخة الأولى تدخل في صميم اهتماماتنا، قمنا ولأول مرة في موريتانيا يتم جمع 198 مشروع ابتكاري شبابي، المشاريع الشبابية المبتكرة في موريتانيا ولأول مرة. هذه المشاريع المهمة والواعدة أقول، لأنها أصحابها مبدعون في مجالات التكنولوجيا، في مجالات الرقميات. لكن ما الذي قدمتموه غير الإعلان عن هذه المواهب التي كانت هي حاصلة قبل؟ لستم أنتم الأدوات التي أنتجت هذا الابتكار؟ هناك شباب ابتكر مثلا سهديني إلى غير ذلك، هناك تاكسي هذه الأجرة، سيارة الأجرة، هناك شباب ابتكر طرق معينة، أنتم أعلنتم عن ذلك في هذا المؤتمر، ما الذي قدمتم؟ ما الجديد يعني؟ جيد، غير الإعلان، جيد. هم أعلنوا عنها في مواقع التواصل الاجتماعي. جيد. العديد من المشاريع لم يكن يعلم بها أحد، نحن لم نأتي لنعلن عنها فقط، لكن قمنا باستدعاء الجهات الوصية، وزارة التشغيل، البنك المركزي، صندوق الإيداع والتنمية، البنك الدولي، شركاؤنا في التنمية، والسفراء الدول الأجنبية المعتمدة في موريتانيا، من أجل مشاهدة وتفحص بأم أعينهم أن توجد مشاريع شبابية مبتكرة حقيقية بحاجة إلى الدعم والتبني والتمويل. زميل، نحن خلقنا لهم منصة. وهل تعهدوا بشيء ملموس؟ نعم تم تعهد، ونحن كنا اليوم في اجتماع الشباب يعرف ذلك، فتحنا لهم منصة للترويج وللحديث عن مشاريعهم، وقد وافق التلفزيون الوطني مشكورا على ذلك، والممولين وافقوا أن نقدم لهم ملخصا أي ملفا متكاملا عن هذه المشاريع، ونتطلع إلى أن يتم تبني هذه المشاريع وتنفيذها. ما دمتم هيئة استشارية أو دوركم فقط هو استشاري، لماذا لا تشيرون إلى السلطة التنفيذية أو الوسائل الإعلام العمومية بأن تواكب
نشاطاتكم للشباب الذي تمثلونه، شباب متعطش لما تقومون أنتم به من فينة الأخرى أو بعد سنة أو بعد فترة إذا أنتم في مؤتمر معين وتعيدون ببعض الوعود ثم تختفون ثم تظهرون مرات أخرى. الشباب يعني ليس شيء ملموس يعني. نحن لم نعد إلا وقد وفينا. أنا أتحدى أي شخص يقول أن المجلس الأعلى للشباب تعهد بشيء لم ينفذ. ربما لا يعلم أنكم تعهدتم بأي شيء. إذا ربما هذا ليس خطأ. نحن نتكلم في القنوات الرسمية والقنوات الحرة كما نحن معكم الآن. نتكلم عن ما قمنا به. نفتح المجال أمام الشباب في مختلف المجالات. وعندنا منصات التواصل الاجتماعي وعندنا وسائل الإعلام الرقمي والمكتوب والمسموع والمرئي. إذا كان الشباب ونذهب ونجتمع معه في الداخل وفي العاصمة بالفعل سيكون هناك على ذكر الاجتماعات في الداخل في ممثلي الولايات البعض يتهمكم بأنكم تبعتم مسارا وصف يصفه بالغامض والمذل للشبهات عندما أخذتم يعني عينتم شباب عن طريق الانترنت في الجمعية العمومية التي لم تجتمع حتى ساعة. هذا هناك مغالطة، هناك مغالطة كبيرة. نحن أعلننا عن الجمعية العامة. سجل الشباب على الاستمارة على الشبكة العنكبوتية الانترنت. قمنا باجتماع مع الشباب. هل هذا يكفي تسهيل على الاستمارة حتى أكمل حتى أكمل من فضلكم. اجتمعنا معهم بشكل مباشر. هناك تقييم على من خلال أسئلة أجوبة على بعض الأسئلة. هناك جانب خاص باللغات، الجانب خاص بالشهادات، الجانب خاص برؤية الشخص، رؤية الشخص، الجانب خاص بمشروع الشخص، ما الذي يمكن أن يقدمه للشباب ويقدمه للجمهورية الإسلامية الموريتانية. بعد ذلك تبقى رسم لآليات الاختيار، حتى أكمل. ما الضامن بأنكم ستتبعون هذه الآليات؟ هذا هو المشكل. نحن اتبعناها. من قال ذلك؟ من يعرف؟ حتى أكمل من فضلكم. نعم. وهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، قمنا بالشفه مع كل الذين حققوا نتائج جيدة. ذهبنا إلى كل ولاية موريتانيا، اجتمعنا مع الشباب المشاركين وقمنا بالتقويم وسلمنا نتائج الذين تم اختيارهم حسب نتائج بشكل بالتفوق إلى رئيس الجمهورية. وكان التلفزيون الرسمي حاضرا وعقدنا مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي. وهذا ما عندنا. نحن نسلم الملف. لماذا هذه الجمعية لم تجتمع إلى اليوم؟ هذا السؤال لا يطرح علي. نحن سلمنا الملف. إذن السلطات التنفيذية المعنية نحن سلمنا الملف إلى رئيس الجمهورية وأمام على شاشة التلفزيون الرسمي وعقدنا مؤتمرا صحفيا. ولكن للدولة أسبابها التي تخص بها، هي التي تقيم الأمور. ما إذا كان الوقت مناسب، ربما لم يكن الوقت مناسبا، لكن أؤكد أنه في الوقت المناسب سيتم الإعلان عن نتائج الجمعية العامة. ونتائجها موجودة وملفها موجود. في الوقت المناسب سيتم الإعلان عنها. فالدولة هي من تبنتها المشروع الشبابي، والدولة هي التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري من أجل خلق قطب شبابي في مجتمع الشباب. فبالتالي الدولة لم تنسى، لكن لكل ظرف حالته وهي الأدرى. ليس بالضرورة أن تجلس الدولة مع فلان وعلان تقول نحن لم نقدم لسبب هي أدرى بالأسباب. أنتم لماذا لا تسألوا الدولة لماذا لم تكمل لكم جميع خطواتكم لتكونوا مجلس حقيقي كما أعلن عنه؟ المجلس لديه جمعية عامة معروفة ويبدأ عمله. أنتم الآن تعقدون مؤتمرا ونصفكم الآخر لم تفرج الدولة عنه إلى حد الساعة. حتى المجلس الأعلى للشباب عبارة عن مكتب تنفيذي. هذا المكتب التنفيذي يعمل بالليل وبالنهار. كل شخص يعني بإمكانكم الاستمرار من دون جمعية. ما تريد أن تقول؟ الجمعية العامة في القانون لا، الجمعية العامة هي تمثيل عن كل الولايات. هل يعني أن الجمعية العامة إذا كانت موجودة هي التي تقوم بها؟ أليست جزءا من هذا المجلس؟ هي جزء من المجلس. هل يمكن المجلس أن يستغني عنها؟ نحن الآن نعمل بدون الجمعية العامة. اتخذتم قرار بالتخلي عنها؟ نحن لا نأخذ قرار. لماذا لم تسألوا الحكومة؟ هذا جانب قانوني ونحن لا نتدخل في الأمور القانونية. دعنا نتجاوزه. إلى أنتم الآن تعقدون المؤتمر أو أو الجمعية الحالية عن ما يتعلق بالابتكار. معروف أن الابتكار، أن الشباب الذي يقوم بالابتكار هو شباب متعلم وناضج، لكن هناك شباب غير متعلم، هناك شباب يعني
ليست لديه مداخيل حتى، هل تراعون هذا الجانب وتخلقون لهم مهن أو مراكز شغل يستفيدوا هم الآخرهم أيضا بشر؟ نحن بوصفنا نمثل الشباب، نحن جلسنا مع جمعيات المجتمع المدني نوجه الشباب، هناك بعض الشباب غير متعلم، هؤلاء الشباب نوجههم إلى مشاريع مشتتة، مثلا الزراعة، اللحامة، البناء إلى آخره. هذه الأمور نحن بحاجة إليها في سوق العمل. فمثلا البناء يستثمر فيه سنويا المئات المليارات من الأوقية، ونسبة 80% منه هم أجانب. نحن نوجه الشباب إلى مراكز التكوين المهني المفتوحة عند الدولة، والعديد هذا من ناحية إنارة الرأي العام، من ناحية توجيه الشباب نجلس معه ونتكلم عن ذلك في الإذاعة والتلفزيون وعلى منصات الإلكترونية وفي لقاءات ملتقيات الشباب التي نعقد، وقد الحمد لله تحقق كثير في هذا الجانب. نحن نربط ما بين الممولين وجمعيات المجتمع المدني حتى تساعدهم بالقيام بالأدوار المنوطة من أجل الرفع من أداء المستوى الشبابي، وحتى يركز الشباب على هذا الجانب المهم من أجل الرقي بحياته. في بعض مؤتمراتكم رفعتم شعار لا للتدخين، البعض انتقد الخطوة وقال بأن أن مكافحة التدخين ليست هي أولوية الأولويات، رغم أنها أولوية تتعلق بالصحة لكنها ليست أولوية الأولويات بالنسبة للشباب الموريتاني، كان أنه كان هناك أولويات أخرى أو شعارات أخرى يمكن أن ترفعوها دون مكافحة التدخين. يعني هناك جمعيات تكافح التدخين. نحن أقمنا أكثر من 400 نشاط. هل نشاط واحد من بين 400 نشاط لما يتحدث؟ وهل أنتم مثلا أطرح لك السؤال، هل أنتم تؤيدون الناس أن تدخن مثلا؟ أبدا، أنا قلت بأن الأمر سؤال أولوية، لكن البعض يقول بأنه ليس أولوية الأولويات. هل ما نخوض في هل ما نحن النسخة الأولى من أيام تشاوري، هل هي مهمة للشباب؟ هل التكوينات التي قمنا بها مهمة للشباب؟ يقول بأنه مجرد تمييع لمهامكم عندما تعودون إلى مكافحة التدخين. هل مجرد تمييع لمهام المجلس الأعلى للشباب؟ هل خبراء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة يعني؟ هل خبراء الذين أتينا بهم كونوا الشباب في المجالات مقاولة شبابية مهمين؟ هل الأطباء الذين تكلموا عن أضرار التدخين الذي يؤدي إلى السرطان، الذي يؤدي إلى السرطان الرئوي، الذي يؤدي إلى أمراض كثيرة جدا، ويؤدي إلى الإفلاس، ويؤدي حتى إلى الحرائق، ويؤدي أيضا إلى الفقر، هل أنتم تؤيدون التدخين مثلا؟ أنا أطرح عليك السؤال. لا أحد يؤيد التدخين. إذا مثلا هذا جواب. هذا مهم، هذا يدخل في صميم هل التدخين، هذا يدخل هي المهمة الأولى لكم. أنا قلت نحن أقمنا أكثر من 400 نشاط، وكان التدخين أحد من تلك الأنشطة. ربما الشباب كما قلت لك سابقا لم يعلم إلا بالمؤتمر الذي أنتم سألتم عن الاستشارية. نحن بفضل الحملة التي قمنا بها قدمنا مشروع مقترحا توصيا إلى الجهات الحكومية وقدم إلى البرلمان، وقد صادق عليه البرلمان الموريتاني، وبالتالي أولا تم وضع الكثير من القيود على التدخين. هل هذا في مصلحة الشباب الموريتاني؟ هل هذا القانون الذي تمت مصادقة على البرلمان لا يعد إنجازا كبيرا للمجلس على الشباب مثلا؟ ألا يساهم في مساعدة الشباب، مساعدة الشباب من ناحية الصحية، من ناحية الاقتصادية؟ هذا يعتبر مكسبا من البعض. يقول بأن الفقر ربما من أسباب التدخين، ربما هناك لماذا لا تكافحون السبب الأول هو الفقر والبطالة؟ هل البطالة تؤدي إلى التدخين؟ شخصيا البعض يقول أنا بأنها من تقريبا أسباب. أنا عندي بعض الخبراء الاجتماعيين يقول بأن التدخين، أنا عندي 100 أوقية، هل أنفقها في خبزة كلها أنفقها في السيارة؟ الشباب من كثرة مشاكل يدخن يقول بأن التدخين سيء. التدخين ربما لا تدخن، التدخين يؤدي إلى مشكلة وليس سببا في الحل. دعنا أيضا لا نخصص حلقة للتدخين. وربما هناك من يتاجر بالتدخين ليتكلم عن ذلك، لكن نحن قمنا بتقديم مقترح وصادق على البرلمان، وقد وضع قيودا كبيرة على التدخين، وهذا مكسب للمجلس وللشباب. إذا حسب تجربتكم الماضية، ما هي كيف خرجتم من التجربة الماضية؟ ما الذي استنتجتم؟ ما الذي ستحققونه؟ ما الذي وضعتموه في أولوياتكم في المرحلة الحالية، خصوصا مع برنامج الرئيس الجديد الذي وصفه بأنه تعهدات بالنسبة له، وكيف ستخدمونه؟ نحن أطلقنا هذه النسخة الأولى، شارك فيها أزيد من 500 من المقاولين الشباب،
حضر أكثر من 700 شخص، شارك فيها المانحين، الممولين، المقاولين، شاركت فيها كل الجهات الوصية، وزارة الشباب والرياضة، البنك المركزي الموريتاني، صندوق الإيداع والتنمية، ووزارة التعليم العالي، والسفراء والمانحين، وهذا قدمنا أمامهم مشاريع ابتكار حقيقية. أنا أؤكد لك من هذه المنصة، وربما نلتقي في المستقبل، أنه إذا وفقنا وبتوفيق من الله إن شاء الله ونتأكد، وهذا ما تعهد به رئيس الجمهورية، وهذا ما يريد رئيس الجمهورية، أن يساعد الشباب ويلبي حاجياته، وهذا العمود الفقري لبرنامج تعهداتي. إذا تم إن شاء الله، وأنا متأكد أنه سيحدث هذا، دعم هذه المشاريع الشبابية ستخلق فرص لآلاف من الشباب. مثلا المشاريع التي سأذكر، هناك بعض المشاريع، هناك مشروع سمارت رش. هذا المشروع مثلا، أنت جالس هنا في الاستديو، يمكنك أن تراقب أماكن رمي النفايات في نواكشوط، ما إذا تم رميها أم لا، هذا مهم جدا. عندك مشروع مثلا ألواح الطاقة الشمسية، عندنا نوافذ من النوافذ الألمنيوم يضعون فيها جهاز بسيط، هي تمتص الأشعة والطاقة بالنهار وبالليل تتحول إلى إضاءة، وبالتالي أنت توفر عليك استخدام استهلاك كهرباء. عندك مشروع لا تزرق شيء، هذا المشروع يحول النفايات. هل هذه المشاريع ستعمى؟ نحن كما قلت نعد ملفا، مجرد سيتم تمويلها. وهل وضعتم آليات أيضا؟ أنا أطرح عليه السؤال، هل فيسبوك، نتفليكس، جوجل إلى آخره لم تكن مشاريع بسيطة؟ أليست الآن واتساب إلى آخره، أليست الآن تشغل الآلاف بل الملايين من الأشخاص؟ لكن من الأشخاص الذين كانوا وراء هذه المواقع، ومن هم الذين يوجدون وراء المشاريع التي تتحدث عنها؟ المشكلة هنا يعني من وراء هذه ماذا؟ المشاريع وراء ماذا؟ هل وضعتم آليات باستمرارية هذه المشاريع؟ نحن نتابع هذه المشاريع. مثلا تتحدث عن الطاقة الشمسية، ونحن أعمدة الكهرباء التي تستخدم الطاقة الشمسية الآن أغلبها يعني لم يعد ينير الطريق، يعني هناك مشاريع تنفذ. شيء بسيط تماما، الدولة الموريتانية تقوم بصيانة الأعمدة الكهربائية، ونحن نصدر الكهرباء إلى الدول المجاورة، ولا ضير ككل دول العالم الكهرباء هناك أخطاء. البعض يقول البعض مثلا يتحدث عن أن المجلس الأعلى للشباب لا يقوم بمبادرات، هل بمبادرات مفيدة؟ مثلا يوجد الجيش، لماذا الجيش الموريتاني يقوم بتنظيف العاصمة ومجلس الأعلى للشباب موجود؟ يعني لماذا لا تكون هذه الخطوة؟ لماذا لا يبتكر المجلس الأعلى للشباب طريقة لتنظيف العاصمة؟ أطرح لك السؤال، هل المجلس الأعلى للشباب مهمته أن يقوم بتنظيف العاصمة؟ نعم. هل مهمته؟ أطرح لك السؤال، ألا يبتكر؟ أطرح لك السؤال، هل هذه مهمتك؟ أنا أقول نحن قمنا بحملة تطوعية لنظافة العاصمة. حملة تطوعية غائبة عن حتى أطرح لك السؤال، حتى أجيب، ربما أنتم لا تعلمون ذلك، لكن اذهب إلى منصة، اذهب إلى جوجل وأكتب المسألة، ستجد أننا قمنا بحملات تنظيف في العاصمة تزامنا مع القمة العربية، وقد أبلينا بلاء حسن، وقد شارك معنا العشرات من الجمعيات والنوادي الشبابية. إذن هنا الحديث، على الحديث يطول ضيفي الكريم المرابط والعيسى بابا، عضو المجلس الأعلى للشباب، رئيس لجنة دمج وتمكين وتشغيل الشباب والتكوين المهني، كنت معنا في هذه الحلقة التي خصصناها للأيام التشاورية الشبابية حول فرص التشغيل والشباب الأخيرة التي عقدها المجلس الأعلى للشباب، إلى أن يضمني وإياكم لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي التحليلي الحدث. هذه تحياتي.